مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا. وهالليلة من سراي نبحر معاكم في دراما رمضان 2024. تكلمنا في الأيام الماضية عن عدد كبير من المسلسلات المحلية والعربية، واليوم راح نكمل معاكم هذا المشوار. مثل ما قلت لكم دائما أنتقي لكم ما أظن أنه إن شاء الله يناسب ذائقتكم. اليوم في البداية راح أتكلم عن مسلسل إماراتي، هو بتوقيع المخرج الكبير البحريني أحمد يعقوب المقلة. هذا المسلسل يعتبر يعني صراحة متروس نجوم من الإمارات وبقية دول الخليج، ومعمول فيه جهد كبير من المؤلفة بشاير العبدولي. حابة أني أوريكم بعض اللقطات منه، وبعدها راح نرجع نتكلم أكثر عن هذا المسلسل. حياكم الله معنا من جديد. وريناكم بعض المشاهد، المسلسل مليء بالأحداث وفي خيوط متشابكة بشكل كبير. ومعنا الحين الأستاذ أحمد الجسمي، الفنان الإماراتي الكبير، مساك الله بالخير، بارك عليك باقي الشهر. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا أكون معاكم، مبروك عليكم ما تبقى من الشهر، والله يعود علينا وعليكم يا رب. علينا وعليك وعلى كل أهل الإمارات وعلى عائلتك الكريمة إن شاء الله. أستاذ أحمد، سعداء جدا، الله يحفظك، سعداء جدا بإطلالتك السنة هذه برمضان 2024 من خلال مسلسلين كل واحد مختلف عن الثاني، واحد كوميدي وواحد دراما حقيقية فيها الكثير من المشاكل الاجتماعية والإنسانية. حابة أتكلم معاك في البداية عن ذاكرة قلب، هذا المسلسل شنو ممكن تقول لي عنه؟ يعني هو تجربة حتى كنص، يعني تجربة جديدة أن كل الشخصيات اللي موجودة في العمل يعيشون حالات نفسية. طبعا نحن يعني في العالم كله كل إنسان عنده حالة نفسية، لكن الحالة النفسية هذه إذا زادت إلى مضرة الطرف الآخر هنا يتحول إلى مرض نفسي، وبالتالي العمل هذا رايح في هذا الاتجاه. وطبعا من الصعوبة جدا أن نبني أحداثنا حول حالات متعددة وكثيرة في مسلسل واحد وفي ضمن تشويق وإثارة، فالحمد لله استطعنا، لكن الوقت ضيق كان بالنسبة لنا، وطلعنا إن شاء الله بنتائج يعني تكون حلوة يعني إن شاء الله. الشيء الجميل أن هذا المسلسل مليء بالأحداث والأكشن فيه يعني من بداية الحلقة لنهايتها، عكس المسلسلات الأخرى اللي شوية يكون فيها تطويل نوعا ما بالقصص، وهذا يحسب أكيد للكاتبة بشاير العبدولي. وأيضا رتم المسلسل السريع أكيد مخرج كبير بحجم أحمد يعقوب المقلة، يعني ما عندنا كلام أكثر من كذي نقوله بوجود حضرتك. وأيضا النجوم حبيب غلوم، فاطمة الحسني مسوية دور قوي جدا، بدرية أحمد، بلال عبد الله الفنان الكبير، وأيضا ليالي المقبالي. نعم، هو طبعا انا سعيد بالمشاركه. يعني احنا قاعد نعمل السنه الماضيه، عملنا ويا الاستاذ احمد يعقوب المقلة والاخت بشاير، كانت يعني ضمن عملنا مشروعنا السنه الماضيه، والان المشروع صار يعني كان هي في اعداد العمل، هالسنه لا كتابه العمل. وانا افتخر تماما بان هذه الكاتبه الشابه الاماراتيه تخرج للساحه وبشكل يعني عميق وجميل. العمل يعني هو رايح مثل ما تفضلتي في اتجاهات عديدة وخطوط متشابكة، لكن يحسب للعمل بأنه هو الحلقات محكمة. يعني إيش يعني؟ تبدأ في مشاهد تمهيدية قبل التتر وتنتهي في مشاهد لابد الانتهاء عندها، يعني لأن كل ما ينقدم الآن راح يتكرر عندنا قدام بشكل آخر. يعني في أسرار كثيرة راح نكتشفها خلال الحلقات القادمة. يعني نعم، ففي تكنيك معين في الكتابه صاير، والعمل ايضا مثل ما تفضلتي فيها حالات نفسيه كثيره، او يعني الممثل لابد انه هو يقرا العمل بشكل دقيق حتى يعني يدخل في الحاله اللي هو فيها. الشخصية يعني صحيح، يعني حضرتك تقدم دور البروفيسور او الدكتور غانم، وهو دكتور يؤمن بان العلم هو الحل لكل المشاكل، يعني هو دكتور نفسي مؤمن بهذا الموضوع. نعم، هو غالب يعني كثير اليوم في أنماط كثيرة في مجتمعاتنا
وفي هذه السنوات أن تعتمد أن كل شيء لازم يكون بالعلم، يوصل لمرحلة بأنه هو أيضا ينسى نفسه أن هناك في أقدار، هناك في يعني أترب العالمين، يعني هناك في الدين احنا يحكمنا في قضايا كثيرة. غانم رايح في الاتجاه المغاير، أنه يؤمن كل شيء يكون أمامه علمي منطقي يتلبسه باليد. طيب في هناك قضاء وقدر يعني، فراح يكون النقيض عنده أخوه المتدين، مش متطرف، المتدين الملتزم وغيره. فمن خلالهم يصير أيضا حوارات ما بين، كأننا نقول حوار الدين مع العلم. وبين وبينك يعني احنا تعمدنا بأن نطرح قضية مثل هذه، لأن بالفعل اليوم نشاهد كثيرين شوية ابتعدوا عن موضوع الدين، عن موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. وصار عندنا كل شيء مرتبط في انه العلم شي يقول، المنطق شي يقول، هالشيء انا اقدر اشوفه. طيب في اشياء كثيره ممكن ما تشوفها، لكن نعم. علميا ايضا تتحقق. ما نبغي ندخل في فلسفه العمل كثير، لكن التناقضات اللي مطروحه في العمل هي ايضا قضايا انا اعتبرها اجتماعيه معاصره يجب ان نحن نتحدث عنها وبجرأة ايضا. جميل جدا، وهذه هي الجرأة المحمودة. بالضبط، يعني أنا مش الجرأة بالنسبة لي إني أنا أطلع مشهد أو أطلع واش أو لا، يعني مع احترامي الشديد، لكن هي الجرأة في إن أنا أطرح قضية ربما يخجل الآخرون من طرحها، أو إن قضية ربما نقول والله هذه الشغلة كيف تطرحونها، هذه بعيدة شوي، لا 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 ما يصير، لا لا ندخل في متاهات الدين والعلم. لا يا أخي، احنا قادرين خليجيا ان نقدم اعمال علميه، اعمال فيها يعني اخت غاده، العمل هذا صعوبته تكمن عند المؤلف، قصدي انه يدخل في حالات بحث، يعني هي دخلت في حالتين يعني، وانا معاها طبعا. استاذ احمد يمكن قطع الخط، لكن على العموم المسلسل فيه عمق كبير بالكتابه، واكيد اداء الممثلين كان مهم جدا، وانا اعتقد ان هذا المسلسل من يعني راح نرجع مره ثانيه مع احمد الجسمي. طيب على العموم إذا ما مدانا الوقت علشان نكمل حلقتنا مع حضراتكم، يعني هو ريكومنديشن لحضراتكم أن أنتم تتابعونا، لأن أعتقد أنه هو يعني ينقل الدراما الإماراتية بشكل جديد وبصورة أكثر تقدم من التجارب. أكيد كان عندهم تاريخ من التجارب الكبيرة، لكن هذا المسلسل شوية مختلف حديث وفي فكر جديد، وأتوقع أنه راح يعجبكم. فخلكم معانا، احنا راجعين لكم. اليوم ضيفتنا الفنانة الشابة إيمان الحسيني، فكونوا معنا بعد هالفاصل. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، وشبك الخط مع الأستاذ أحمد الجسمي. مسي عليك بالخير من جديد أستاذ أحمد، وكنا نتكلم عن ذاكرة القلب أو ذاكرة قلب. هذا المسلسل أيضا يخاطب شريحة مهمة جدا، يمكن نقدر نسميهم الأقل ثقافة، اللي يؤمنون بأن بعض المشاكل النفسية قد تكون من مس الشيطان، أو يكون يعني محسود، أو من هالأمور اللي بالمسلسل تعرض بشكل فيه غموض كبير. صحيح، هو يعني معظم الحالات اللي يعيشون بعض الأفراد، احنا طبعا في مجتمعات جرت العادة بأن هذا مستلبس، هذا في مس، هذا في مدري ايش. وطبعا احنا مو ضد ان قراءة القرآن، حتى الشخص نفسه اذا يقرأ على نفسه يعني يرقي نفسه بنفسه يعني. طبعا طبعا، بس نروح الى حالات الشعوذة، لا احنا مرفوض هذا الشيء. لكن اللي نبغي نقوله ان مو معظم او مو كل الحالات هذه تعتبر مس او عين او حسد او ما شابه ذلك، لا، هي علاجات نفسية موجودة. ليش نخجل من ان احنا نروح لدكتور نفساني ونطرح القصة والقضية؟ ربما أنا في يعني أنا هذا الدكتور نفساني عايش علشان يحل بعض القضايا النفسية اللي تحصل في المجتمعات. فأحيانا الخجل يخلي الواحد يبتعد أنه هو يكون، أو يخجل من الناس تقول والله أنت رايح عند دكتور نفساني أو ما شابه ذلك. العمل فيه نوع من هذه الجزئية، من خلال أيضا الربط ما بين غانم اللي نقول العلماني وأخوه
اللي هو ايضا يعني متدين، فيصير في حاله مثل اللي تكلمتي عنها اللي فيها شوي نس او جنون، او احنا راح نعرف بعدين ان هي عندها قضيه صارت لها وخلات تحتل يعني شوي. ما نبي نكشف عن التفاصيل لأن صراحة الغموض عاجبني بالمسلسل، فخلينا مع هالغموض. لا لا خلينا مع الغموض أحسن. فالمهم إن هي القضية قائمة أيضا على هذه الأشياء، ما بين الدكتور غانم اللي هو في عيادته النفسية، وما بين أخوه اللي يقرأ أيضا على الناس اللي يجونه. نعم طيب، ايش رايك انت تسولف لي كذي بعجاله على بطن وظهر الجزء الثاني؟ يعني ما شاء الله عليكم نجحت ونجاح كبير بالجزء الاول، والحين بالجزء الثاني يعني صراحه الدم الخفيف لكل النجوم المشاركين، شيء جميل جدا. والله انا يعني تحيه لكل ابطال العمل وكل المشاركين في العمل، من مؤلف عمل ومخرج العمل والأخوة اللي ساهموا في إنتاج العمل. يعني الموضوع أن الجزء الأول ولله الحمد حقق نجاح طيب في مشاهداته، فيعني صار أن في رغبة من قبل الجهة يعني اللي تعرض العمل أو المنصة اللي هي STC قدمت أن نشوف الجزء الثاني. قدمنا الجزء الثاني طبعا، وأكيد بدينا بشكل جديد بطرح أفكار جديدة، لكن في نفس العائلة، عائلة سهيلة اللي هي سعاد علي وعيالها الأربعة النجوم، وعائلة سهيل اللي أنا وأربع بناتي اللي وياي. فالحمد لله العمل يعرض الآن، بس الشيء اللي أنا أعتز فيه بأن العمل تم تصويره بالكامل في الكويت، ورحنا لمنطقة جديد الشيوخ، في قضايا كثيرة نطرحها من خلال العمل لكن بشكل كوميدي. بشكل كوميدي، أنا أشكرك جدا لوجودك معنا، ورمضان كريم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما نشوفك يعني في هالأدوار الجميلة المختلفة. التلوين الكبير اللي قاعد تقدمه لنا هالسنة شيء جميل جدا. شكرا لك أستاذ أحمد. الله يحفظك، شكرا لكم، شكرا لكم، حياك الله، شكرا لك.